السلام عليكم لي بيولوجيست جوست باكو فوز علي بيان ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي بيولوجي ويز فريا. لا فيديو تاع نهار اليوم راح نديرو تي دي نيميرو 1، يعني تبع تاع تي دي تاع الكور ميثود ديتود دي سيلول، يعني تي دي راح نديروه نقراوه ونشوفو واش فيه واش ما فيهش. يعني قبل ما نبداو لا فيديو ما تنسونيش بجام كومونتير سبسكرايب بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم، و تلقاو صفحتي على انستغرام في صندوق الوصف لاي تساؤل. يعني يلا بينا نبداو. Voilà les biologistes qui m'ont raconté que le TD numéro 1 méthode d'étude des cellules, la microscopie. Donc, يعني قبل نعطي لكم فرق بين الميكروسكوبي والميكروسكوب. الميكروسكوب هو الاداه اللي نشوفوا بها، لا ميكروسكوبي هي العمليه داكور كي نشوفوا في الميكروسكوب، هذيك هي نسموها لا ميكروسكوبي. دونك بالنسبه لي سيلول بروكاريوت اي اوكاريوت، دونك راح نبداو راح نشوفوا ليه وشنو هو واش كاين في تي دي هذا نيميرو 1. شو ماشي طويل بزاف وسهل، تبع معايا واش قال لك. لا ميكروسكوبي، ميكروسكوب اوبتيك اي الكترونيك، كاين دي تيب. بون ما نشوفوش مقدمه، ها نشوفوا الميكروسكوب اوبتيك ميكروسكوب الكترونيك. دونك كاين لي تيب تاع ميكروسكوب اوبتيك، كاين هنا اوبتيك افون كلير، اوبتيك افون نوار، اوبتيك افلويريسونس حكينا عليها من قبل، اوبتيك ا كونتراست دو فاز. دونك راح نشوفوا الفرق بين هادوما الميكروسكوب اوبتيك. دونك الاول اللي هو افون كلير، نورمالمون غير تسمعوا اوبتيك افون كلير تعرفوا، يعني هو غايون لومينو sur fond clair. Maintenant, le fond terme, j'ai clair, j'ai transparent. Et donc, structure interne des objets, qui est une épaisseur de la coupe, من واحد ل 5 micromètres. Donc, هادو ماهمش معلومات مهمة. L'essentiel de faire mobiler à fond clair, يعني optique à fond clair, j'ai le fond terme clair. تما j'ai transparent. تما il faut نلونو باش نشوفو ديك الحاجة اللي نحطوها في الميكروسكوب à fond clair. Parce qu'il dit transparent, حنا ما نقدروش نشوفو حاجة transparent. Donc, موراها optique à fond noir. J'ai rayon lumineux sur fond noir. C'est le contraire de ça. Yani c'est noir blanc mais le noir, quand on le voit l'objet tana, parce que علاش le fond تاعو جاي noir. Qui tu vois dans le microscope راح يجيك noir et blanc. تما راح تشوفه. Donc عنده utilisé pour les éléments transparents. Voilà, نستعملوه يعني كي يكون حاجه عندنا transparent, élément تاعنا transparent ماشي ملون، نديروه في l'optique à fond noir باش نقدروا نشوفوه noir et blanc. Ou élément observé apparence brillante échantillon non coloré. معناتها كي يكون عندهم échantillon non coloré، عندنا حاجه ماهيش ملونه نديروها في الاوبتيك افون نوار. هذه هي الحاجه اللي لازم تعرفوها، ماشي شرط تحفظوا باللي الكوب تاعو هكا اكسيتيرا. عندنا وبالنسبه للاوبتيك افليوريسونس، الفرق بيناتهم قلنا افون كلير يجي كلير لافون تاعو، وافون نوار يجي نوار، يعني لي زيليمون ترانسبارونت. اما بالنسبه للاوبتيك افليوريسونس يجي يستعمل لولترا فيولي، سواء لو بلو سواء لو فيولي، ويتيليزاسيون دو كولورون، عندهم لو غادومين الغادومين اي فليوريسين. دونك هذا الفرق بينهم. كاينه اوبتيك ا كونتراست دو فاز، هادي عندنا اوبزرفاسيون دي سيلول سون بريباراسيون ني كولوراسيون دو لور ميليو دوريجين. معناتها هذا الاوبتيك ا كونتراست دو فاز يخلينا نشوفو لي زيليمون تاعنا في لو ميليو تاعهم بلا ما نبدلو لهم لو ميليو، بلا ما نكولوريهم، يعني بلا ما نلونوهم، بلا ما والو، يعني ديريكتومون ميز اون فالور دي ديفيرونس دانديس de réfraction et de contraste. Structure biologique transparente nécessite éclairage précis. يعني هذا نحطو لي سيلول تاعنا يعني ني بريباراسيون ني كولوراسيون ني والو، يعني يكونوا في لو ميليو لوريجين تاعهم نشوفوهم بهذا اوبتيك دو كونتراست دو فاز. وكاينه حاجه ثانيه هو يسحق الضوء، يستعمل الضوء ولا يسحق الضوء. مور ما شفنا لي 4 تيب تاع لوبتيك، نروحو نشوفو لو ميكروسكوب الكترونيك. عندنا دو تيب، قلنا الكترونيك à transmission la en transmission ou à électronique à balayage. Le فرق بيناتهم قلنا la dernière fois qu'on a parlé à balayage يعطينا l'image en 3D. Mais راح نعاودو نشوفو هنا شنو كاتبين. كاتبين transmission image par faisceau d'électrons. نعرفو باللي ليماج بار لو فيسو ديليكترون بالالكترونات باينه. الغروسيسمون تاعو جاي من 75000 حتى ل 5 مليون دو فوا، معناتها يصغر يعني يزومي
بزاف شوفوا شحال من 75000 حتى ل 5 مليون دو فوا دونك عندنا لي شونتيون سو فورم دو لام تري فان جاي لي شونتيون تاعنا تري فان 50 نانومتر و ليماج اوبتوني بو اتر فو سور ان ايكرون نقدروا نشوفوا ليماج تاعنا في ليكرون يعني الميكروسكوب يكون لاصق في ان في ايكرون في شاشه هكا نقدروا ديريكتومون بلا ما نشوفوا في الميكروسكوب نشوفوا ديريكتومون في الشاشه هذيك ولا في ليكرون هذيك نشوفوا ليماج تاعنا و لي شونتيون اباري بلون sur fond sombre. Maintenant, il y a dit ben blanc sans un fond sombre ou là un fond yani ماشي clair. Donc voilà. Anna électronique à balayage, anna transmission image par faisceau d'électrons. Kif kif. Le grossissement تاعو kif kif. يعني كل حاجه كيف كيف. برك الفرق بيناتهم كو قلت لكم من قبل لا الكترونيك اباليج جاي اون 3D يعطينا ليماج اون 3D هذا ما كان يعني 3D هذا ما كان ابار سا كلش كيف كيف نروحو نشوفو هنا لي ديفيرونس اونتر ميكروسكوب اوبتيك اي الكترونيك يعني الفرق بين الاوبتيك والالكترونيك هضرنا من قبل قلنا بعض الفروقات راح نزيدوها شوفوا هنا ميكروسكوب اوبتيك تكنيك سامبل لي تكنيك تاعو سامبل بصح هذا تكنيك كومبلكس يعني حنا في الاوبتيك نشوفوا الحاجات اللي غير من فوق سطحيه يعني سامبل بصح الالكترونيك نشوفوا الكومبلكس نشوفوا الداخل التعقيد اكسيتيرا عنده موان سوفيستيكي وهذا سوفيستيكي بيان سوفيستيكي هذا بلو ريبوندي وهذا غار معناتها هذا تلقاوه بزاف في الاوبتيك تلقاوه بزاف يعني بصح الالكترونيك غار قلت لكم كاين واقيلا واحد برك في الجزائر كومبلي دونك هذه هي عندنا فيسو ليمونو معناتها الضوء وهذا فيسو ديالكترون هذا يمشي بالضوء وهذا يمشي بالالكترون هذه لونتي اونفير يعني لونتي تاعو بزجاج هذه لونتي الكتروستاتيك ماغنيتيت جايه بالالماس يعني لونتي تاعو الماس يعني الكتروستاتيك وهذه الغروسيسمون تاعو 2000 فوا وهذا 2 مليون فوا يعني الفرق بيناتهم وهذا ريزوليسيون ليميتي معناتها الدقه تاعو محدوده وهذا بون ريزوليسيون ريزوليسيون عنده دقه يعني الدقه بصح هذا لا اوبتيك شفت فيه بعض ماشي دقيق دونك هنا نروح نشوفوا لي سيلول بروكاريوت اوكاريوت هضرنا عليهم قبل وقلنا شنو هما لي سيلول بروكاريوت شنو هما لي سيلول اوكاريوت قلنا لي سيلول بروكاريوت هما خلايا بدائيه النواه باردون ما عندهمش نواه والاوكاريوت هما خلايا حقيقيه النواه راح نشوفوا الفرق بيناتهم نروحوا نبداو بالاوكاريوت قال لك لو نوايو دي زوكاريوت اي سيباري دو ريست دو لا سيلول بار دو ممبران كونتينون دي فوسفوليبيد معناتها نوايو تاعنا تاع لي اوكاريوت دي سيباري نوايو سيباري بار لو ريست يعني سيتوبلاز بار دو ممبران يعني هضرنا عليها من قبل وجي هذاك الممبران فيه لي فوسفوليبيد على بالنا بلي كاين طبقتين فوسفوليبيديتين دونك فوالا و لا دي ان اي ريست est retenu dans le noyau ou fabriqué et transporté dans le cytoplasme. يعني l'ADN تاعنا est retenu dans le noyau, il est dans le noyau, il تركب في النوايو etc. من بعد يكام يجي dans le cytoplasme باش نديرو ترجمه و etc. Donc عندنا les mitochondries ou l'ATP يعني الطاقة cellulaire est formée. دونك ابخي عندنا لا ريتيكولوم اندوبلازميك روغو اليس يعني الشبكه الهيوليه المحببه الملساء المحببه والملساء ريبريزونت ان ريزو دو ممبران دون لاكيل لي غليكوبروتيين نعرفوهم لي غرو لي غليكوبروتيين وين جايين ار او ار يعني الار او ار تركب لنا لي بروتيين ولا لي غليكوبروتيين الشبكه الهيوليه المحببه والملساء ار او ال تركب لنا لي ليبيد سون سينتيتيزي Voilà, on a l'appareil de Golgi dirigeant les constituants membranaires vers les territoires appropriés de la cellule. On a les lysosomes, tu sais, dégradant les protéines, les acides nucléiques et les lipides. On a les peroxysomes métabolisant les peroxydes de l'hydrogène. On a les vésicules ou les cellules végétales contiennent aussi les chloroplastes. على بالنا بلي الكلوروبلاست جايين غير في الفيجيتال ولي فاكيول اللي هما الفجوات اورغانيت رامبلي دو لو يعني جايين فيهم الماء ولي سيتوبلازم دي سيلول انيمال اي فيجيتال كونتيان ان اسوسياسيون دي
des protéines fibreuses. En mode fait, mouchement, les protéines fibreuses formant l'ensemble de cytosquelettes fibreuses. Même cytosquelettes, en mode fait, mouchement. Les cellules eucaryotes sont en général beaucoup plus volumineux, jusqu'à 1000 fois plus que les cellules procaryotes. Yani, là, je vais vous dire. Les eucaryotes, je fais. Il y a un noyau, c'est séparé du reste par membrane. Elle a bien appelé l'ADN dans l'eucaryote, il tركب في النواه بعدها يروح للهيوله باش نديروا الترجمه والاستنساخ. عندنا الميتوكوندري عندها لا سيلول اوكاريوت ميتوكوندري لا تي بي اي سيلول تحقق لا تي بي يعني الطاقه. عندنا ريتيكولوم اندوبلازميك روغو اليس يعني الشبكه الهيوليه المحببه تنتج لنا لي جليكوبروتين ولا لي بروتين. وعندنا الشبكه الهيوليه المحببه ار او ال تنتج لنا لي ليبيد الملساء باردون تنتج لنا لي ليبيد. عندنا لاباري دو جولجي فيها لي ليزوزوم جايين ديغرادون لي بروتيين لي اسيد نيكلويك فيها لي بيروكسيزون فيها لي فيزيكول فيها كاين لي عندنا لي سيلول فيجيتال كونتيان سي لي كلوروبلاست اي لي فاكيول. عندها الفيجيتال فيها كلوروبلاست والفجوات ما فيهاش الانيمال. سيتوبلازم دي سيلول انيمال اي فيجيتال كونتيان اون اسوسياسيون دي بروتيين على بالنا بهم بلي كاين لي بروتيين. لي سيلول اوكاريوت سون جينيرال بوكو بلوس فوليمينو معناتها كاين بزاف لي سيلول اوكاريوت بارابور les cellules procaryotes. Donc les procaryotes ne contiennent généralement pas de cytosquelette, mais عندهم cytosquelette qui est l'eucaryote ni de membrane interne, mais عندهم membrane interne. Voilà, mais les invaginations de la membrane plasmique forment souvent des structures mésosomes. Et la plus grande partie, sinon la totalité de l'ADN circulé des procaryotes est sous forme d'une cellule, une seule molécule circulaire et un seul chromosome. Cet ADN chromosomique n'est pas séparé du ribosome par une membrane nucléaire. Ou je m'entends. ماشي سيباري دي غيبوزون بار دي مومبران معناتها ماشي سيباري بار ان مومبران نيكلوير. هذه هي واش كاين بالنسبه لي سيلول اوكاريوت وبروكاريوت. حاجه ثانيه بسيطه بالعقل بالعقل يعني بعد في الكلاس راح يعني في لونفي راح تزيدوا تتعرفوا عليهم اكثر. بون قال لك سيلول بروكاريوت انا هذو ما نديرهمش داكور نخليهم لكم هاهم ديروا لهم كابتشور ديكرون بنحطهم لكم في الانستغرام ديروهم انتوما سيو ديروهم واللي يديرهم يبعث لي في الانستغرام نشوف الحل تاعو كي يعني سيو ما مام غلط ماذا بيا ما تنقلوش سيو ديرو كيما تعرفوا انتوما ديروهم وكي تكملوا واللي يديرهم يبعث لي الحل في الانستغرام نشوف اسكو راكم صحاح ولا راكو غالطين ومن بعد كنحطهم لكم بهم بالحل في اليوتيوب وفي الانستغرام. يعني سيو تحلوهم مالغري كو يعني باسكو فلا في تيدي نتوما تحلوهم ماشي البروف تحلهم لكم طلعكم بالواحد للطابلو وتقول لكم نتوما حلوهم. دونك فوالا ها هم عندنا الاولى سيلول بروكاريوت تاع باكتيري عندنا هذه سيلول بروكاريوت فلاجيلي عندنا هذه سيلول اوكاريوت تاع لانيمال يعني انيمال. هذه هي اللي فيها بزاف بيانات شويه معقده مي بعد بالعقل بالعقل. وعندنا سيلول اوكاريوت فيجيتال وعندنا فيروس ستركتور دو فيروس هذه تعرفوها جاب لي ربي كامل قرينا على فيروس في لافاك في الليسي على السيدا اكسيتيرا دونك تعرفوا لي فيروس. دونك هاهم ديروا ليهم كابتشور ديكرون سيو تحلوهم ما ترسموهمش ماشي ترسموهم اكتبوا غير سيلول اوكاريوت فيجيتال يعني نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4 وحفظوا واكتبوهم لي وبعثوهم لي في الانستغرام اللي يقدر يعني ماشي اوبليجي واللي ما حبش يدير ماشي اوبليجي عليه يدير. دونك هذه هي نحط لكم المره الجايه نحط لكم بهم بالحل. دونك سي بون انا وصلنا لنهايه لا فيديو واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجيم كومونتير سبسكرايب بارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم صحابتكم وصندوق الوصف راح تلقاو صفحتي على الانستغرام. تهلاو في روحكم. سلام.